يعني واحد فيهم طبعا على الصوره على الصوره وضع لي الاسامي اختاري لي كان واحد فيهم انا لا انا ارتباطي الحمد لله لا ده بقول لك على حاجه ده خاتم انا لسه جاي لي ده كانت مراتي عامله لي من فتره كبيره جدا بقاله من عيد ميلادي اللي فات تقريبا بس كان معمول في فرنسا وكان لسه ما جاش هو لسه جاي لي هي قررت هي عارفه مدى ارتباطي بيه فعملت لي خاتمين ثلاثه منهم ده يعني عارفه الحال دي بقى ربنا يكرمنا من ضمن الحاجات اللي نفسي مثلا بنتي تبقى عملي في الدنيا ان هي بعد كده تبقى سبب في ان حد يدعي لي دي مثبتة لان انا احد الحاجات اللي هو عمل ما ينقطعش فبحاول ان انا ابقى سبب في ان دايما الناس تذكر ابويا بالخير او تدعي له او تفتكره يعني بس انا بالنسبه لي دي كافيه بس ثواني بس احنا مكملناش بقيه الخواتم ده في خاتم تاني لا لا ده لا دي الدبله دي الدبله بس انا يعني مكتوب عليها اسمي واسمها لا انا عشان بتخنق من الحاجات يعني ده بقلعه وبلبسه وده برضو بقلعه وبلبسه بس ده كان معمول لي مفتوح من هنا عشان انا بتخنق